مرة كمان برحب بحضراتكم مشاهدينا، وده معادنا مع فقرتنا الصحفية اللي بنحلل فيها أبرز المنشطات من خلال ضيفنا اللي معانا عبر الهاتف أستاذ علاء الحلواني الكاتب الصحفي بأخبار اليوم. صباح الخير يا أستاذ علاء. نور يا فندم، ازي حضرتك؟ أهلا بحضرتك معانا. يعني بداية خليني أروح مع حضرتك لنشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس، والمنشط معانا بيقول الرئيس السيسي يطلع على مخطط إنشاء أول مصنع لدباغة الجلود بالشرق الأوسط وأفريقيا. تفاصيل الخبر بتقول اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على المخطط التنفيذي لإنشاء أول مصنع من نوعه لدباغة الجلود في الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث الحجم والتكنولوجيا الصناعية المتطورة، وكذلك إعادة تدوير مخلفات الجلود وتحويلها إلى أسمدة عضوية ومنتجات صديقة للبيئة، وده بالشراكة مع الخبرة الإيطالية. وده كان تصريح من السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. يعني خليني أسأل حضرتك في البداية أستاذ علاء، يعني رؤية حضرتك لهذا اللقاء وأهميته كمان في التوقيت الحالي؟ طبعا عارفين كلنا فكرة الرئيس في توطين صناعة جديدة في كافة المصنوعات، مش بعملية إدارة أنقل صناعات فقط أو إدارة أستورد. الرئيس بيستعرض أمس أو بيستقبل أمس تحديث البنية الصناعية الجديدة المصرية بعد تحديث البنية التحتية اللي هي أصبحت بتنافس كافة أو بتنافس كبرى دول المنطقة سواء في البنية التحتية أو في البنية الصناعية اللي هي بنحتل فيها مكانة، يعني بتعتبر مش مكانة جيدة جدا في الفترات الماضية. شفنا سواء من خلال إنشاء المدن الكاملة لبعض المصنوعات زي مدن الأساس ومدن زي مدينة الأساس ومدينة الجلود وغيرها، شفنا في الروبوكي بيتعمل إيه، شفنا القطن المصري بيستعيد عرشه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو بيخطط من جديد لإعادة الدولة المصرية الجديدة أو إعادة مصر الجديدة زي ما بيقولوا، وتكوين دولة قوية قائمة على النمو والتنمية والقضاء على المشاكل اللي بنواجهها، ومش كده بس، لا، علشان نكون دولة قوية تكون في مقدمة دول العالم الصناعية والزراعية والتجارية. ده من خلال ربط شامل ل كل هذه المنظومات بعضها صناعيا وتجاريا وزراعيا. لما اشوف حدث امس فكره انشاء اول مصنع سواء بالتعاون مع جهاز المشروعات الخدمه الوطنيه للقوات المسلحه او وزاره التجاره والصناعه وغيرها من الشركات، وسواء بالتعاون مع جانب خارجي اللي هو كان امس الجانب الإيطالي، المشروع القومي لإنشاء أول مصنع من نوعه لدباغة الجلود في الشرق الأوسط وأفريقيا سواء من حيث الحجم أو التكنولوجيا الصناعية المتطورة، ده بيكون يعني أنا بعتقد من وجهة نظري إن ده هيكون نقلة كبيرة جدا لصناعة ودباغة الجلود في مصر، بيستقبل ما تم من المشروعات في هذا المجال. كلنا عارفين وشفنا يمكن امس الرئيس هو بيوجه بالبدء في التنفيذ فورا لهذا المصنع طبقا لاعلى المعايير ومقاييس الجوده التكنولوجيه العالميه لاستطاعه ان احنا ننافس عالميا في سواء في التصدير وتغطيه السوق المحلي. لكن خلينا نقول ان الهدف الاساسي من المشروع هو القضاء على كافة السلبيات الموجودة داخل هذا القطاع. عارفين ان احنا كنا عندنا قطاع كبير جدا داخل ده، كان موجود داخل القاهرة الكبرى، بدأنا بمدينة الجلود وشفنا ما حدث في الروبيكي وغيرها من تطور، ولنقل هذه المشروعات خارج الكتلة السكنية في القاهرة خارج القاهرة والمحافظات. المشروع ده لما نشوف نتائجه او نشوف اهدافه وهيساهم في ايه، هنشوف ان هو يتخلص هيساهم في التخلص من المخلفات الناتجه من الصناعات الجلديه باعاده تصنيعها بما يواكب
من المعايير بمواكب المعايير العالمية في تحقيق المتطلبات الصحية والبيئية للمناطق الصناعية الجديدة، فضلا عن دور مردوده الاقتصادي اللي هو هيعود من في النهاية على زيادة معدل النمو والقضاء على العجز الموازنة وغيرها من المشروعات. لكن خلينا نقول ان الهدف الاساسي من ده هو السير في ركب التقدم اللي الرئيس عمل نموذج في خلال السبع سنوات الماضية يمكن كلنا شفناه بعيون مختلفة. لكن خلينا الشيء المهم اللي احنا شفناه ان وصدقنا عليه فعلا هو الاعجاز. مصر بعد سبع سنين تتحول من دولة اعقبتها احداث 25 يناير واستيلاء جماعه الاخوان الارهابيه على الحكم، وشفنا في هذه في هذا العام او في سنتين او في ثلاث سنوات او ثلاث سنين دوله شبه منهاره. النهارده لما اشوف كم الانجازات سواء في زياده المشروعات وفي انشائها في كافه انحاء الجمهوريه والقضاء على العشوائيات وغيرها، وانجح من خلال ده بعد في باص او قبل ما اعمل ده كله في بنية تحتية قوية النهاردة بتجذب أي مستثمر زي ما أنا شايف المستثمر الإيطالي أو الجانب الإيطالي داخل في هذا المشروع، وشايفين مشروعات تنمية محور قناة السويس وتسابق الدول على الاستثمار في هذه المنطقة، وشفنا العاصمة الإدارية الجديدة وكافة المدن الصناعية الجديدة وغيرها من المشروعات والجلالة وبقية المدن. أعتقد إن إحنا فعلا لابد إن إحنا بنفخر إن إحنا عندنا رئيس خطط ده. وكلنا لو نفتكر ونرجع للوراء لما بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أو استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي للنداءات الشعبية بعد قيام ثورة يوليو في 2013 لترشح نفسه في الانتخابات الرئاسية، وعندما بدأ البعض يسأله عن عن البرنامج الانتخابي وكان الرئيس يتحدث أنه لا يحمل برنامج انتخابي، أنه ليس لديه سياسة معينة، ونشوف كل التخطيط ده والإنجازات ده نعتقد فعلا أن الرجل ده بيعشق مصر. كان لديه أجندة لم يتحدث عنها بمجرد الكلام وانتظر حتى يتحقق الواقع. الرئيس في خلال فترة ترشحه للانتخابات لم يغازل المواطنين أو الجماهير بكلام معسول كعادة أي مرشح سواء في انتخابات رئاسية أو برلمانية في الفترات السابقة، ويمكن شفنا ده في الانتخابات اللي تلت 2011. شفنا كان عندنا 11 مرشح كل واحد فيهم حاطط أجندة، يعني للأسف الشديد لو كانت يعني لو كان قام بتنفيذ 1% من اللي كان بيتكلم فيه كنا بقينا في حتة تانية. لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي آثر أن يتحدث عن أي مشروع حتى حانت لحظة فوزه في الانتخابات الرئاسية اللي فاز فيها في باكتساح في منتصف 2014، وشفنا تدفق الإنجازات. صحيح. إنجازات شملت المجال الصناعي، شملت المجال الزراعي، شملت المجال الإنتاجي. بدأت بحفر قناة السويس، مرت بإنشاء مدن صناعية جديدة، بالقيام بالمبادرات اللي عملها الرئيس لبناء الإنسان المصري والقضاء على السلبيات اللي كان بيواجهها، بداية من المبادرات الصحية زي صحيح. 100 مليون صحة وفكرة جديدة قام عليها كانت هي سند هذه الإنجازات، وهي إعادة بناء الإنسان المصري اللي استعاد من خلالها هويته المصرية اللي انطلقت وأصبحنا من خلالها بعد ما فكرنا المصري بهويته الثقافية والوسطية المعتدلة اللي بيتعايش فيها مع كل شعوب العالم ويستطيع من خلالها التفوق. أعتقد أن الرئيس ده يعني زي ما بيقولوا لازال في جعبته الكثير للمصريين. صحيح. المصريين اللي هم أيدوه واستطاعوا أو وثقوا فيه وتحملوا نتائج الإصلاحات الاقتصادية. النهاردة الرئيس أو في السنتين الأخيرتين بالتحديد صحيح. بدأ كل مصري يحصد نتيجة ثقته
في الرئيس عبد الفتاح السيسي والزرع اللي زرعه في كافة المجالات وبدأ ينتجه سواء من المشروعات الصناعية والتجارية والنهضة التعليمية والنهضة الصحية، الاكتشافات البترولية، الطرق، المباني الجديدة، القضاء على العشوائيات. الرئيس هنا بيطلق مشروعات متكاملة. من يرى الرئيس في أو الخطة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار السنوات الماضية كلها، اعتقد ان هو بيرفع القبعة لهذا الرجل، وان هو ما ندمش لحظة على اختياره وثقته في هذا الرجل. صحيح. اللي هو يمكن اعد لنا الامل والمستقبل. ولما اشوف العالم كله النهاردة بيتهافت للتعاون مع مصر او بيرفع او بيشيد بالانجازات اللي اتحققت على المستوى الاقتصادي، وان هو بيكون عنده ثقة يجي يستثمر عندنا في مصر لعدة أسباب. السبب الأول هو الاستقرار الأمني اللي هو فرضته وزارة الداخلية داخل مصر، والاستقرار الأمن القومي اللي هو فرضته قوات الجيش المصري على كافة حدودنا. ثانيا الاستقرار السياسي اللي هو بيتيح لنجاح أي منظومة عمل. أيضا التغييرات أو الإصلاح الاقتصادي أو إصلاح المنظومة الإدارية في إدارة المشروعات وتحديث القوانين وغيرها من أجل إنشاء أو من أجل جذب الاستثمارات وتقوية الاستثمارات المحلية. أعتقد إن احنا فعلا حققنا الكثير. العالم كله بيشهد لنا في هذا الوقت. استكملنا ده بنجاحات سياسية كبيرة جدا آخرها يعني زي ما بيقول نزع فتيل الأزمة في القضية الفلسطينية. نعم. ونزع فتيل الأزمة والقضاء على العصابات والميليشيات الموجودة في ليبيا، وأيضا على في الجانب الآخر بنواجه كافة التحديات سواء في الشمال وسواء في الغرب أو في الجنوب. وشفنا التحالفات الجيوسياسية اللي عقدها الرئيس مع شركائه سواء في الشمال من ناحية البحر المتوسط مع قبرص واليونان، وكيف استطاع من خلال هذا التحالف ان هو يعيد تركيا مرة اخرى او اجبار تركيا مرة اخرى على اعادة حساباتها تجاه تطلعاتها او توسعاتها في منطقة الشرق الاوسط. اذا هنا انا اتحدث عن منظومة شاملة. حقيقي. المواطن بدأ يشوفها فعليا من خلال المشروعات اللي بدأت تضخ عليه أو بتضخ الميزانية الدولة المليارات في كافة المجالات. تحية تقدير لكل من شارك وساهم في عمل شيء جيد لمصر. أكيد. أو سواء بداية من أصغر عامل مرورا بأبطالنا في القوات المسلحة والشرطة، نهاية بالقيادة السياسية اللي هي خلت العالم كله ينظر لمصر نظرة جديدة سواء من خلال المشروعات والتنمية. صحيح. اللي احنا دخلنا فيها في كافة المدن والمحافظات وشفنا بنخترق الصحراء نصنع فيها مدن سياحية ومدن صناعية متكاملة. اعتقد ان مصنع الجنود هو استكمال لما بدأ الرئيس عقب فوزه في منتصف 2014. نعم. من تخطيط مصر الجديدة.